خلينا بس ناخدكم كده في جولة، ناس طالبة فقرة عالمية، وناس طالبة الاهتمام بباقي الأندية، وناس طالبة إن إحنا نهتم بالكل. عايز أقول لكم على حاجة، إحنا أجلنا المشروع بتاع الاستوديو كلكم بتسألوا. النهاردة كنا في اجتماع مهم جدا مع الشركة صاحبة الحقوق، وإن شاء الله بإذن الله إحنا بس اتأخرنا، لأن كان في شاشات كبيرة جدا للاستوديو من المفترض بتيجي من برا مصر، والحمد لله وصلت بالسلامة قبل موضوع الكورونا ده بأيام، يعني وصلت من 3 أيام. أنا لسه النهاردة كنت في اجتماع، وفي اجتماع هيكون مصور بالصور إن شاء الله يوم السبت، هنحدد من خلاله الانطلاق مبدئيا 1 أبريل، أولى حلقات برنامج كورة بلدنا على اليوتيوب بشكل جديد، استوديو كبير جدا، تكلفة تتخطى 10 مليون جنيه، شبكة مراسلين، فقرة عالمية، ضيوف على أعلى مستوى، حاجة يعني سننقل لكم الشاشة عبر اليوتيوب بشكل أكثر من رائع، وضيوف مهمين جدا، وتعاقدات مع ناس مهمة جدا، وإن شاء الله بإذن الله تسعدوا معنا بإذن الله بوجبة يومية على أعلى ما يكون، وسيكون الميعاد الرسمي 11 مساء بإذن الله تعالى، في تحدي مع الفضائيات. يعني إحنا سنخوض تحدي رهيب 11 مساء معادنا الجديد إن شاء الله بإذن الله، بدءا من 1/4 من خلال كورة بلدنا والاستوديو التحليلي، وهنعلن عن زي فين، على قناة عبد الناصر زيدان، قناة كورة بلدنا، في قناة تالتة هنعلن عنها، على الفيسبوك في نفس التوقيت. عندنا مفاجآت مهمة ومهمة جدا 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 جدا. طبعا الأستاذ وائل بيقول الأستاذ أبو المعاطي معاكم، ولا نقدر نستغنى عن الأستاذ أبو المعاطي. الأستاذ أبو المعاطي قبلية نمرة 1، الأستاذ أبو المعاطي إن شاء الله بإذن الله. وهيكون عندنا أبو سنيدة، هنستضيف أبو سنيدة وأبو حفيظة وأبو الليف، كل الناس هنستضيفها إن شاء الله. تحدي رهيب، نحن نقوم بعمل نقلة نوعية في عالم السوشيال ميديا، أول برنامج من استوديو 5 ستار، يعني كأنكم في بي إن سبورت. أنا بتحدى وبقول لكم سترى استوديو شبيه ببي إن سبورت. صبرنا كثيرا وإن شاء الله مشروعنا يطلع للنور، تكلفته كبيرة جدا، هي الأعلى تكلفة. محمد طيع بيقول يا ريت يكون أول حلقة الأستاذ هاني العتال. أستاذ هاني العتال بعيد عن المشروع ده تماما، أقسم بالله العلي العظيم، ولكن هنحاول يعني، لكن هيكون عندنا مفاجآت مهمة، اهتمام كبير بكل الأندية. خلي بالكم احنا لا في دماغنا مرتضى منصور، ولا طالعين على كان خاطر نهد حد ولا مع حد، كل الأندية المصرية وشبكة مراسلين ودوري ممتاز، ودوري ممتاز به ودرجة تالتة ودرجة رابعة وفقرة عالمية ومراكز شباب وأندية، هتشوفوا حدوتة قنبلة قنبلة بمعنى الكلمة إن شاء الله. وافتكروا ده كويس، هنشتغل كورة وهنشتغل رياضة، احنا مش طالعين نشتغل مشاكل ولا معارك، احنا اصحاب كلمة حق، انا اقولها في اي وقت ان شاء الله باذن الله تعالى، وان شاء الله باذن الله تصل الى اعلى عليين وتكون تجربة مفيدة ان شاء الله باذن الله. اوفيكم بكل التفاصيل، عشان الناس اللي سألتني اتأخرت ليه في مشروع الاستوديو.